بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كلا يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وما هم عنها بغائبين وما ثم ما
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين لله تكبير يوم لا تملك نفس نفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله.